عندي قصة جميلة جدا جدا هقولها، طبعا يعلم الله بصحتها، بس أنا أريها في الكتب. يعني إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان مسافر من المدينة إلى مكة في نهار رمضان، وكان حر جدا، كان أشهر صيف. بعد ما مشي شوية فالرسول حس بالتعب أو عطش، فوقف على جذع نخلة وشرب كوباية لبن، وفي رواية كوباية مية. فالمسلمين فطروا طبعا. سيدنا عمر راح له قال له فلان وفلان 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 وفلان، عدلوا خمسة أكملوا الصيام يا رسول الله، خمسة أكملوا الصيام. الرسول قال له إيه؟ مش هتصدقي، والله ما هتصدقي، قال هم من العصاة، هم من العصاة. من العصاة اتفسرت تفسيرين. التفسير الأول إنه لم يتبع الرسول. الرسول فطر، تفطر. اتباع الرسول ده واجب. التفسير الثاني جميل جدا إنه ما خدش بالرخصة. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فرض عليك الصيام صمتي. إداكي رخصة استخدميها. مش تقولي لأ. عشان ده هو اللي قال لك ربنا، ده هو اللي قال لك ومن كان منكم مريضا أو على سفر. اتنين، اكسبشن اتنين. طب انت مريضه ولا لا؟ ولا السكر ده مش مرض؟ احنا بنقول العين ده مش مرض، ده حاجه هتعيش بيها وتعود عليه، بس الواقع انه مرض، ومرض يستدعي الافطار، خاصه اللي بياخد انسولين.